في التيسير فهمي. انا لما اطلب من حضرتك طلب حضرتك تنفذ الطلب بدون اي تجويد منك، ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. ايوه يا فندم. لا يا فندم انا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف ان انا ضابط شرطة، يعني اهم حاجة عندي الاتقان والاخلاص في العمل. انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. اراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام تمام تمام. لا الرز شعرية يا فندم. تمام. الفرخة محمرة زيادة. تمام شكرا. شكرا. ليمون مع اصفر. شكرا شكرا. زهران اومر فندم. انده لي يا ابني البنت اللي عملت الحادثة والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الاكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وانا مسؤول بنفسي. ها احكي لي كده بالتفصيل ايه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك انا كنت نازله من الاوتوبيس مروحه على البيت، اصلا كان عندي عيد ميلاد. اه طبعا كل سنه وانت طيبه، واضح جدا يعني. مش عايز التفاصيل قوي دي. ها حاضر. بس حضرتك نزلت من الاوتوبيس رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمباده؟ قال لي ما عنديش غير لمباده بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله؟ جميله جدا يعني. خشي في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمباده، عندك معمول؟ قال لي اه عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني. الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته. مش هعمل كده تاني. ده ربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ معلش يا باشا. ما عندكش توفي ليه؟ مش خش. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم. معلش. احكي لي بقى خبطتك ازاي؟ كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعه، ساعتها ما كنتش فاضيه، كنت بعمل حادثه. اوه خبطتك وانت بتعملي ايه؟ وانا بديله الربع جنيه، ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغايه ما في الاخر اديته ربع جنيه وهو قال بس بس ايه الهبل ده؟ يا زهران عمر يا فندم. انده لي يا ابني الست اللي بره. وسعي كده؟ ايه وسعي ده؟ انا واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه؟ حضرتك اللي عايزني. قوم اقفي. How dare you? I'm fine, thank you. قوم اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي. انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مراتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند الراجل. اسكتي خالص، انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي، والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني. كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، والهارم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تكرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ اه انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمهولك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبهوله من عين التخين. الو اهو قاعد قدامي. كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ عشان معاكم شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكم؟ يا فندم تمام. ليه عايشين في غابه يا زهران؟ عمر يا فندم. خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. حضرتك انا حياتي انا صحفيه، ما ينفعش تعملوا كده. انا
طيب روح الحجز انت لوحدك. اتفضل. ظلم يا باشا. الحجز اتفضل. ظلم يا باشا. اتفضل يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى. انا بريئة والله، هي اللي خبطتني بالعربية. هي كل واحدة تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك، ايه ده؟ انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف ادخل كده، هتحشني يا عم. اتحشني. انا قال لك البسيها يعني. محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه؟ احنا عايزين نغفلها انهم قلبينها على سيفها ونزل براس الاول ومش قلبينها على جوه على جوه. ماشي. لا استنى بس يا عم. يا عم يا عم انت ما تدخلنيش يا عم الا على سيفها ومش قلبها ده يا عم. خلاص بقى انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا 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 ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقانه على اللحم. طيب بقول لك ايه؟ يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه يا شريهان. خالتي خالتي بنتي يا شريهان. خالتي عامله ايه يا حاجه؟ ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضه. وانت طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المره الجايه اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المره الجايه. ايه يا بنت ما تمسكي نفسك شويه، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي، مش قادره هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. سيكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت بكتب البيل مامور فيه. ايه ده؟ استاذ عبد الله. ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقه لا. انا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم ايه يا استاذ عبد الله؟ انا صباح اخت شاديه مرات عبد الحليم. هي شاديه اتجوزت عبد الحليم؟ اه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبد الله؟ ما تفوق يا اخويا معايا. عبد الحليم اخوك. عبد الحليم اخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسالش. حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه. ان شاء الله. يوم نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله، فين كانت لموناي صغننه كده. ايه يا شريهان عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربيات يا استاذ عبد الله؟ طبعا، ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله، ثم إحنا عيلة واحدة، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم أنا المعلومات اللي عندي إن نيلي بنت عم لبلبة. لا ما أقصدش كده. لا يا فندم، نيلي بنتي أنا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية إيه يا فندم؟ شريهان يا فندم أخت عمر خرشد. يا فندم مش القصد. أنا فاهم حضرتك ببساطة. أخويا عبد الحليم. حضرتك أخو عبد الحليم؟ حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شاديه خلفه شريهان. خلاص. ونيلي بنتي انا. وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف. او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيق يعني. والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صلة الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض من ما شافوش بعض خالص.
الحقيقة دي غلطتنا احنا الكبار. للأسف يا فندم يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء. نعم أؤمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح، بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي؟ مش موافقة. مش موافقة ازاي شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان، انا هقولك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى مية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتهدل. حضرتك نسيت واحدة، ان الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش اي علاقة بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجملة عمره. خلاص تمام يا حضرة الظابط، بس بوس ايدك خلينا اروح عشان اقلع البرتقانة دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ اه يا حبيبتي. قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين؟ اللي هنعيده هنزيده؟ الله No way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانة. انا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. No way بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، اللي سكتلك من الصبح. استني انت جرأية يا أستاذ عبدال، يعني ده جزتنا يا اخويا ان احنا تنزلنا؟ هي ما تقصدش. على فكرة انا اقصد واقصد قوي. ومين اصلا الست البيئة دي؟ لا 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 جرى ايه بقى؟ وبعدين يا استاذ عبدال ما تعمل كنترول شوية يا اخوي. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خالة شريهان واخت شادية مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقول لك يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين نفتكرك، وكفايه قوي لحد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه يروحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاعه دي هرشتني جامد. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوصه هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه؟ أنا هوصلكوا. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقوله خالتي ازاي؟ انجوي ات، أنا ماشية مع نفسي. هي على طول يا أخويا مخنوقة كده؟ ست صباح أنا بكرر اعتذاري على اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبة قوي بس هي عصبية حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفتة البيضة بالظبط. قصدك البفتة البيضة؟ ايوه بالظبط هي البفتة البيضة. ولا يهمك يا سي عبد الله حصل خير، اي برضك زي اختي الصغيرة بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس بس ما شافتش تربية. لا انا برضو مقدر البهدلة اللي حصلت لكم النهاردة في الاسم. عادي احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهاردة، زي ما تقولي كده ليكم شوقة. القلوب عند بعضيها يا سي عبدالله، انت كمان كان ليك وحشة. طيب ما تيجي اجي فين يا اخوي؟ في الفيلا، في الفيلا عندي. ما تيجي بكرة تشرفونا نتغدى مع بعض والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ ومال نيجي يا سي عبدالله وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضين. هو ده. السلام عليكم. وعليكم السلام واخما الله بركاته يا اختي. وده ايه ده يا اختي ده؟ عادي يا خالتي عادي، هما الناس البهوات بيبقى عندهم من النوع ده كتير. سيدك موجود؟ ماذا؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا ايتها الكاميريرا الفلبينيه، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حاصله حاصله ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك أيتها البلهاء. فضل فضل. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا بنتي يا شريهان ده؟
لبلب في اللغات. امال يا خالتي ما شاء الله عليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اللي انا بيتي نور النهارده. منور باصحابي يا استاذ عبدال. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. اهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود. احنا اهل يا جماعه. احنا على طول تحت النظر يا عمو. عمو الله، بحب الكلمه دي منك قوي. طلع بوقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبدال، دي حاجه بسيطه كده، 5 كيلو يستفنجي وطبق بسبوسه يستاهل بقى. والله ما كان له لازمه التعب. اول مره اشوف بسبوسه تجيب بسبوسه. طيب استاذنكم، البيت بيتكم، انا هطلع بس عند هنيل اللي واجي على طول. برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت. نيلي معلش، يبقى نتكلم بعد ما يمشوا، بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي. هو مين قالك اصلا ان انا هقابلهم ولا هنزل اقعد مع الناس الجرابيع دي؟ نيلي وبعدين عيب، دول قرايبنا. قرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قاعده تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو اخويا، مش شقيقي، من ام تانية، عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحدة تانية غير ماما ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ لا انتي لسه عايشة؟ مين دي يا خالتي؟ دي الحاجة ميمي مرات جدك مكاوي. ازيك يا حاجة؟ سلمي على ستك يا شريهان. ازيك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عاملة كده؟ الزمن غدار، هدها من عمايلها السودة. اصلها كانت ست قادرة وما كانتش بتطيق جدتك ولا ابوكي، ومن ساعة جدك ما مات وملقوش ولا مليم من ثروته وهي حالها بقى عامل كده. وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى، زي ما تقولي العلاقة ما بيننا خفت، خصوصا ان ماما ميمي ما كانتش بتحب ابدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم اخويا الله يرحمه هو كمان، فعشان كده كانت بتمنعنا ان احنا نروح نشوف بعض او نتزاور. طب بعد الهري ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلي تقابليهم وتضيفيهم كمان كويس. الله، مش قرايبك دول؟ قرايبك انت ودي بنت اخوك انت، انا مالي؟ نيلي من فضلك، شريهان تحت دلوقتي عارفه انك موجوده، لو ما نزلتيش تقابليها يبقى شكلك وحش. على فكره يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص، لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معاهم، اعمل اللي انت عايزه، دو وات ايفر يو وانت. يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عيله تودنا، بدل ما احنا بطولنا احنا الاثنين كده، حتى بعد عمر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحي له. بليز بليز، انا مش بحب النيجاتيفيتي وشغل المتسولين ده، من فضلك اخرك معايا. هفضل قاعده في الاوضه محبوسه لحد ما هم يمشوا، وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي في السبا بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجه، بس ريممبر ان انا هفضل محبوسه في الاوضه لحد ما الناس دي تمشي، وهعصر على نفسي زيتونه ليمونه whatever. مش whatever، ليمونه زيتونه ازاي هتعصريها؟ انا ممكن اعصر زيتونه عادي. على لا ليمونه. اوكي هعصر على نفسي ليمونه، بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعده محبوسه عشان الجرابيع دول يتبسطوا تحت في بيتي. منوره يا حاجه مين. خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرا ميكي؟ الله يكحمه جدك بقى مطرح ما راح. ما انت عارفه ان هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيكتب لغز ميكي. حسبي يا بنتي لا تعضك. استني يا خالتي اما نشوف. يا ماما. ايه ده؟ ايه ده؟ يحيي العظام. وبعدين معاكم انتوا كل شويه هتضايقوني؟ انا مش قلت لكم ان لسه ما قريتهاش؟ مام مام بليز اهدي. بي كوايت مام. ايه ده عشان خاطري؟ طب ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر شعرك. مام لما بتسخني شعرك بيحمر. ايه ده؟ عمو ما تخافوش ما تخافوش. لا ما نخافش ايه يا عمو؟ دي بتقوم تمشي. ايوه ما هي بتمشي. امال قاعده على الكرسي ليه؟ بتشتغلنا؟ لا ابدا، هي بتمشي وساعات ما بتمشيش، بتتكلم وساعات ما بتتكلمش، اصل هي مش قاعده، هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني ثنائي القطب وضلالات. طبعا ما هي طول عمرها ضلاليه وتاكل مال النبي اكل.
انتوا عملتوا لها حاجه؟ ما عملناش حاجه خالص يا عمو، ده انا بس كنت باخد منها المجله زامت عليا وقامت مشيت. طب ودي حاجه بسيطه يا بنتي، المجله دي اللي سابها لها داد الله يرحمه. وهو المرحوم ساب حاجه غير المجله؟ ايوه صحيح يا عمو، امال الثروه بتاعت جده راحت فين؟ هو مش كان عنده شركه شحن وتجاره لعب اطفال وكده؟ والله يا بنتي ما حد يعرف، الله يرحمه صفى الشركات كلها وما نعرفش ودى الفلوس فين، حتى شركه الشحن لولا وقفتي وشويه فلوس من مامي تنلي قدرت اوقفها تاني على رجليها. يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود اراضي ولا املاك ولا اي حاجه؟ والله يا بنتي لا ابيض ولا اسود، ما لقيناش في الخزنه غير العدد ده، بس داد كان قال ان الثروه في لغز ميكي، جايز يقصد ان الثروه الحقيقيه في العلم اللي سابه. علم؟ شله يا علم، يعني هو كان حفر الكنال يا خي. اه مش مهم، ما علينا. هي الاموره الزغننه فيه؟ الاموره في النادي. عندها تدريب، متفوقه رياضيا جدا. النهارده كلموها قالوا لها ان عامل لها تكريم صغير كده في النادي، كانت زعلانه جدا ان مش هتحضر معانا الغداء. دي ما فرت فنيه، اعمل ايه يا داد؟ قلت لها بنتي روحي وحصلين، واحنا بناكل هتلاقيها جت على طول. يلا اتفضل. لسه قدامي شويه يا سو، انا قاعده متثبته في الاوضه مستنيه لحد ما يمشوا. بقول لك ايه، انا هنزل اجيلك دلوقتي، مش مهم خلاص طز فيهم بقى، بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجه. سو ممكن اطلب منك طلب؟ فكره الجام اللي اديتيهولي المره اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه، سمره؟ سماره. ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عماله باكل فيها مش قادره تفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو، باي. سو بقولك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح، ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. اشتغل يوم جمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله ثلاث شغلانات على كده يا بنت مقرشه. ها ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عيد واعمل فرح. بلوزه؟ ثلاث شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيب ورقك وتجيلي الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة أمك. وحياة أمي. أسفة يا عمي، أصلي يعني الخطة بس اتخطيت، معلش بجد. طبعا يا بنتي، إزاي يبقى عمك صاحب أكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدلة دي؟ ها ربنا يعلي ما قصدك وأشوفك في أعلى المراتب يا سي الأستاذ عبد الله، يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلو قوي الدعوة دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص انا ساعة كده وهجيلكوا. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من النادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذة النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بت تغديهم وتمشيهم دي، احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي، وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط.
بابي انا قلت لك بس حصل لو سمحت ما تتكلمش بقى انا هعرف اتصرف مع الناس دي وبعدين اخوات دي احنا مش اخوات اصلا ده ايه يا بنت انت مالك متنيه ومرفوض علينا كده ليه ما كلنا اولاد تسعه انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه جنيتي دفع عليا السكينه في بيتي اقف عليكي السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو تحبي الحمد لله ان احنا بناكلك يا بنت قسما بالله على جنبك مكتبه السنه في سوء تفاهم مش اكتر انا هفهمها حبيبتي هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي تسع شهور لفه بعيده قوي انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد لما ارجع مش عايزه الاقي المناظر دي في البيت لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذه عتبله يلا بينا يا شريهان يلا يلا يا اختي ده احنا اتهزقنا على الاخر لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح ولا عاش ولا كان ايه اسكت بقى ما تخلينيش اديهم لك اوعى من وش يلا يا خالتي يلا اسكت اديني سكت عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليلة الرباية ده ملوش اي علاقة بموضوع الشغل اللي بيننا يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل بعد اذن حضرتك اتفضل يا حبيبتي يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفة حطوني في حتة كده اسمها ستيفا استنيت فيها ايه ده ايه ستيفا دي I've never heard of it حتة كده زي waiting area بس زحمة قوي حاطين فيها كل المجرمين This is so cool الجوجل هتستني معرفش I don't think انك هتلاقيها يعني نيلي سوى ازيك هاي 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 شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلبش بعيد على فكرة انا كمان شفت الانترفيو بتاعك كان بشع ان شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي بس انت بقى لما تتحبسي المره الجايه بقولي لي عشان ابقى اجيب لك عيش وحلاوه باي باي سو فاني وفيك قوي على فكره دي مش عينيها دي لانسز انا ركزت دلوقتي بس لايقين على بعض جدا سو انت هبله صح لا انا عادي انا مش فاهمه يعني هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو انا ممكن اخلي بابي يطلعني في اي انترفيو انا عايزاه بكره على فكره انا ليه هي طالعه في انترفيو بتتكلم حاجات خيريه اللي هي بتعملها انت هتطلعي تعملي ايه ايه المشكله يعني انا كمان هعمل خيريه لا لا اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه طبعا انت عندك حق تزعلي ما يصحش بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت عايشه لوحدها وانا بدلعها غصب عني كان لازم ادلعها زي ما انا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني فقلت اللمه بتاعت العيله بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد اه معاك حق ها صافي يا لبن حليب يا قشطه على ميعادنا النهارده بس يا خساره اللمة دي مش هتكمل اصل شريهان تعبانه شويه مش هتقدر تيجي معانا يا محاسن الصدف نيلي كمان مش هتقدر تيجي لان عندها انترفيو النهارده في التلفزيون طب خلاص بقى ناجلها لبعدين مين ده لسه بقول لك يا محاسن الصدف تقولي لي كده المهم انت تبقي جاهزه انت يعني كمان ساعة كده تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص ما تختيش يا سي عبدالله لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر عيني اؤمري تعيش يا سي عبدالله طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش باي باي يا سي عبد الله ناوي على ايه يا صبوحه هتستفردي بالراجل لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل هستفرد بيه ليه انا بس عارفه انك انت بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك
ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه؟ ده الواد طيب وحده سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو جه ابن الله، ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجوده يا خالتي. لا يا بنت ازاي، عايزاني اكذب؟ يا نوشة يا حبيبي انا جايه افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخس عليك. حاضر يا حبيبي جيان، اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشة، وحشتيني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي، مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه التريننج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه، الكلام ده ما يمشيش معايا. مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي؟ عايزين تفضوها سيره؟ ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، كتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها وانتي يا حبيبه خالتك افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه. وانت يا نوش ما تنساش بقى سلمني على امك، اصلها وحشاني يا معسله قوي يا بتاتا. يا خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قال لك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة امك يا هاني، انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقول لك الدريم بارك. اوعى يا هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا. يلا احنا وش الله. بس ما فيش شله، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ ما فيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني 5 دقائق بالظبط هكون موجود. بس وحياة ابوك، خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت نشرها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك فاضلها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين وبتكويها ليه اصلا؟ مساء الخير. الو ايه يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح، هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. طب خدي. وخدي دي كمان لحسن، ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش، انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي. خدي. يوه ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل راحه بيها فرح بكره. تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير. ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا، نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟
انا بحب اشرب معسل. عندكم قص؟ نص بوكينج بليز. اتفضل اتفضلي هنا. اتفضلي حضرتك. متشكر. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلوه قوي مش بطال، بس المزيكا يا اخويا جايبالي كرشه نفس وقلبه معدتي. مفيش حاجه فريحي كده؟ فريحي؟ اه اخليهم يضربوا لك حالا فرتكه فرتكه. شكرا. والنبي يا عبد الله تديني الملح، الشوربه برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شوربه. استني دي مش شوربه، دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه؟ يغسل ايدينا. انا قلت كده برضو. وماله، ادينا غسلنا جوفنا. ايوه جوفنا. بشجعها. سي انا بشكرك على بول دعوه العشاء. تعيش. نورتيني. كتر خيرك يا استاذ عبد الله. اوكي. بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول ده نبيت. نبيت؟ لا انا ما بشربش النبيت. عندكم اوزو؟ لا مفيش. هو ماله قالب زحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. احنا مش مفروض في مطعم؟ افتوض. ايه ده؟ انت بتبرتم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوم لك. انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقول لك ايه بقى، انا اتخنقت. المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر، انا هوديكي مكان تحفه ولحسن الحظ لازق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ اه خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تنت. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها دخلها بسرعة بس عشان ننجز الله يخليك. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ أنا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الأنسة نيلي. الأنسة نيلي؟ نيلي. نيلي. نيلي فوازير. بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ أنتِ مش فاهمة؟ كارثة. الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان أنا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفة اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا إيه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو عادي بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني مش ازمه. أوكي. اي حاجه. حضرتك؟ انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي.
بصي المرحله الجايه انا عايز ابقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط خطفه كده. نيلي تمام يا نيلي. اوكي طيب ممكن نقعد. اوكي معلش بس قبل ما نقعد هدي لك الورقه دي، دي اللي فيها الاسئله اللي هتسالها لي. انت جايبه لي انا اسئله يا نيلي؟ اه ميرسي. طيب بما انه جايبه لي الاسئله فانا ممكن استاذن في حاجه في الاسئله دي؟ اتفضل. في سؤال هنا انا عايز ابدا بيه اللي هو ايه اكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدا بيها بتسخن. لا لا معلش بليز ما تغيرش ترتيب الاسئله. لا. ولو عايز تسالني على تاتوز او بيرسينجز اتس نون اوف يور بزنس. فاش بالظبط الحاجات الشخصيه دي ما بنتكلمش فيها على الهواء اطلاقا. بالظبط. حاضر يا نيلي اتفضلي اتفضلي ميرسي ربنا يخليكي. عن اذنك. الاسئله هنا. انت رايحه فين؟ هقعد ده الكرسي بتاعي انا بقعد الناحيه دي. جايبه معاك من بيتكو يعني انت بيبي قوي. لا بيبي ايه ده البرنامج يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم اقعد في اي حته. طيب اتفضلي اتفضلي. ممكن تظبطني بس يا باشا؟ والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي. ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي عمي. ايوه صح. لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه تحفه تحفه. انا حاسه ان هيجرالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشميلي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي. في المقام الاول جاي افسحك بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه. يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت. هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بصي يا بنت الناس انا بفسحك على قد ما قدرتي بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يعني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه. يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده الحصان اللي بيعمل كده. يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا 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 ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا يا بنتي. انا مفهمهم على كل حاجه. قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه. دي خطيبتي حبيبتي يعني مش جايبها بهدلها انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. فين ايه يا هاني؟ احسن يا وحش جدع يا بنت شوشو جدع. شكلك حلو جدا في الكاميرا وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. دي صعبه قوي صعبه قوي بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه. ورحمه امي هطرش يا هاني هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحمام مش قادر. يا رب تموت يا عيني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام. مكان من الاول يا اخي. منك لله يا اخي منك لله. البت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين عايزين نصور. اتفضل
بس اليوم محسوب على فكرة. خد جيب الهنا والشفا. ايوه اوامرتنا ست صباح. اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورط وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهوك ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبدالله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه، وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني يما. احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حبستهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعة ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعة ونص كاملة؟ ساعة ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزة اخرج من كل التابوز وافكر out of the box. كفاية بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسة. معقول الناس زهقت كل يوم لحمة فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمال وكاج وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي. فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين وجوده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاه ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي، على قد حالي ودنيتي 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 تود ولا توفي. ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفع كده. الدنيا حنفع كده ما تيجي في يوم صفي. ليه اللاسي ومفتري الدنيا بتبوسه واللي على فضل كريم
انبسطتوا بالكليب اللي انتوا شفتوه زي ما انا كده انبسطت واشرقبت عنقي؟ وبقول لكم ايه، نيلي نموذج من ضمن نماذج موجودة عندنا، ما بتعبرش عن طبقة ولا بتعبر عن جيل، لكن هي بتعبر عن ناس موجودة في حياتنا في أيام سودة، أيام غبرة الحقيقة. سعيدة أيام غبرة؟ هو أنت بتتريق؟ واضح أن أنت ما فهمتش الفيديو كليب. أنا ما فهمتش. أنت ما فهمتش، بس أنا متأكدة أن التارجت أودينس بتوعي فهموا أنا عايزة أقول إيه. يعني انت شايفه ان الفئات المستهدفه اللي انت بتعبري عنها او اللي انت بتدافعي عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده؟ رقص، ضحك، هزار، يعني انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبيه بتاعتهم، لقيت ان هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا وقالوا لعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوه، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فانت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا بيه. ايوه بالظبط، نفس الوقت جواها بقى الرساله بتاعت المغني بالظبط. جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا، عملت لهم اغنيه كلها وجع والم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين. بالظبط، وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا. انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو. انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه؟ خالص يعني خالص. اي دونت نيد تو اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش. انت عارف في كام نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج، ده بيوجع الجسم جدا. ايوه طبعا، فدي معاناه. في معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة وبتغير زغزغة افكت دي. ايوة دلة. لو هي بتغير من رجلها، طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناة؟ بعضها ازاي؟ بالزبط، ما لازم يبقى منطقيين. بالزبط، دي معاناة. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكور عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة. لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل، انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا لا ما تقوليش كده، والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجه بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج، لانه مهم لازم نطمن. يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شويه، بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر، بصراحه ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فانا عايزه اقول لك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني، ده مما لا شك فيه. طب انا هستاذنك لو سمحت يا نيلي، احنا عايزين ناخد تليفونات بعد إذنك. ناخد معنا أول تليفون، منال البهتيمي الناشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر. أهلا بيك يا منال. مساء الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قولي لي، إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حمودة، يعني في إطار خدمة المبادرة يعني. ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازية العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. كاري معلش أنا ما فهمتش، هي كده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقططة هسألها لك. منال نيلي عايزة تتأكد أن أنت مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة. مبسوطة طبعا، ما هو أمثال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي من غير شتيمة يا منال، ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحت. لا 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 لا، انت أوفر قوي، احترمي نفسك. انت شايفاني مش محترمة ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا أستاذ يوسف؟ يا جماعة بوس ولا كبس ده ايه؟ أنا مش عارف يعني ايه بوس ولا كبس بصراحة. شكرا جدا يا منال على أي حال. معنا تليفون تاني، عم عيسى بيكلمنا من مطاي. ازيك عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا أستاذ يوسف ده؟ يعني انت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد، ودي نماذج موجودة في وسطنا يا عم عيسى. معلش معلش، انا همشي. ما فيش حاجة اسمها تمشي. نهدى نسمع بس المتصل لحد الآخر. يا عم عيسى تاني، دي نماذج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه. دي نماذج مقرفة يا أستاذ يوسف. I'm sorry, I have to leave. لو سمحتي نيلي، ما فيش حد هيمشي، انا استاذنك نهدى كده، هناخد فاصل، لازم نتعود ان احنا نستحمل اراء المشاهدين، اكيد هيبقى في مع اكيد في ضد. لو سمحتي، شكرا جدا ليك يا عم عيسى، استاذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. دعم بشك قول يا اخويا بالهنا والشيف. لا كفايه كده صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس.
ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمر ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني حياتك عندي وحياه امي، مش هقدر، انا اكلت معلقه تانية ممكن اموت. بعد الشر عليك. طب ده انا كان يجرالي حاجه. بجد يا صباح؟ اه بجد. اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا. انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحه؟ لا من القشطه. مالك يا سي عبد الله؟ انا؟ لا لا انا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الاستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي، مش متخيل الحقيقه. ناس كتير جدا عايزه تتكلم في موضوع المبادره والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجه ام فاروق، الحقيقه هي واحده من غلابه وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان نتكلم عنهم نيلي. بالمناسبه الحاجه ام فاروق شاركت في الكليب ده، ازيك يا حاجه؟ ايوه يا استاذ يوسف، انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حجة؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة، واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالوا لنا هيجيبونا في البريك وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبونا 70 كفتة مقددين، ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكرة انت جايبة كومبارسات؟ لا المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي برا. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي. واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الذكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهية ومن بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مرة. لا لا معلش، انا عايز اعرف ايه اللي مش عاجبك بقى انت كمان؟ انت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي اقلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل، واعملي لي اطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله؟ تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي، ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروه فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده الاصل العيني الفرنساوي، ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليك اصحاب هناك. انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي، ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر، واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها، وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي، ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح. يا حظك الاسود يا شرهان. يا حظك المهبب يا صباح. جت الحزينه تفرح، ما لقيت لهاش مطرح. طارت الشغلانه ام 5000 جنيه، المنحوس منحوس، ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكم؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس
ولا ورق الخس. خالتي احنا في المستشفى مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رصيلي دلوقتي وانا اكلم لك البوليس يجي ياخدك انت والخس اللي هترصيه ده. وسعي كده. تعالي يا بيت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بنت. انت هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك، انا بسالك عن بابي. تعبان كويس؟ محتاج يرتاح؟ محتاج دواء؟ دواء سعاد؟ ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير؟ ساعتي بخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قول لها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. مخاصي انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتفت فافه عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا يا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مرضعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم زكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت اكلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبيه بس بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليله الادب، دي ما تربتش ربع ساعه. ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس بصراحه، حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزو. يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. ظهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي، سرقت منك. وامتى؟ كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيت ايه اللي استريح فيه؟
انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاتره دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي يتابع الحاله. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي، بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى عدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد سلام بالك من روحك يا سي عبد الله. اشوفك بكره. الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالك يا صباح. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريه. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس ده بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ مكتبك. اتفضلي. شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك. شكرا قوي. شكرا. أوكي. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله 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 يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكلة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله على الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي نالي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معانا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ عشان الانترفيو ده. انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنتي بتقولي ده؟ يور هيلاريوس. بس هي لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي بوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا، ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده اكشلي زي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مس جيسي،
ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. You know what سمينة is of course. Yes. انت عارفة بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي، وخبت كل صورها القديمة. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. اي بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحبه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ ذات سو ويرد. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنة التزام أو اتزان I don't know. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. Never underestimate me. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهلة. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ Yes let me check بليز عشان عندي حاجة البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنة. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفه عبال عندك. سنترال يعني؟ سنترال. بيتك دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو؟ ايوه فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفانه وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انتي. انا بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل مني المدير كده على طول؟ يلا يلا روحي. ماشي. إلسا فلايت ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت؟ حلوه دي راسيه كده. ازيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها. انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت. هم ازيك؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شلون مبروك يا حبيبتي اول يوم شغل. ربنا يخليك. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شريهان. عارف شريهان دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. أنا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وأنت كمان شريهان، لو عاوزة تتعلمي أصول الشغل، خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس أنا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطري. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفة مستر منير ده هيبقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونية. تاني هو في مفاجأة تاني هما اتنين؟ أمال أنا ملك الخلفيات. أسيبكم وأنا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا أنسة شريهان أنا عايزك تركزي معايا كويس قوي. أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. ما حدش له دعوه. ايه ده ايه ده ايه الخناقه دي؟
ملناش دعوه باي سوء، عايزين نشوف فين سيف ده. متسالي كده لو سمحت. هاي هاي. لا ساعتها هو فين سيف جه الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفين سجقه؟ طب حد الشرع حضرتك سجقه؟ اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله حضرتك. ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد في العربيه. انا مالي حضرتك، هو اللي فايق. معلش غلطت، غلطت والبني ادم خطاء. انزل كلمه، حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي؟ حكايه كفته دي. حلوه الكفته، اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال؟ انا ما ينفعش انا وانت نتضرب، انا وانت هنموت كده. لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايتنا. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا بدل لما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو. ايوه امي. لا ازاي حضرتك، عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. لا بجيب سجق او كفته. ايوه ماما. امي ادعي لي يا امي. ادعي لي شريف، ادعي لي شريف اكتر مني لان هو محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. انا كويس. طب الحمد لله. طمني. امال قلقني ليه عليك يا اخي؟ عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك ايه يا سيف، بجد يعني احنا في قعده زي انت دي. انت بتعمل ايه؟ بدوق البرتقال. بتدوق البرتقال بتاعي ليه؟ وتحط بقك في البرتقال بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه طيب؟ بعرف يا شريف ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت اللي طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا. في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم، لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. امال اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني. محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم. شوف انا اعمل ايه. اتعلم. مش قادر تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص جم بيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سيرن تيل مي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقول له ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي هتقولي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقول له اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب. يلا نمشي عشان ما نتضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تفوا عليك ما تفوش. على فكره هتتضرب معايا. على فكره لا اتضرب. انا اللي هضربك. مش عايز اتضرب. انا ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها. هنخش ونركن. لو دخل ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه اللي لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا. هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ انا
العصابه اللي ماشيه ورانا بتراقبنا. انا نايم جنبك ولا ايش حرفني وانا نايم جنبك اهو. طب اطلع شوفهم لك انا ولا لسه. مش هينفع مش هينفع، انا ضربت كتير قوي النهارده يا سيف، ضربت كتير قوي يا سيف. ما ينفعش اطلع انا، انت قوي انت قوي يا شريف، انا لو طلعت هتضرب. ركن اهدى اهدى، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ركن هنعمل ايه؟ اهدى، ما انت اللي غبي، صينيه في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها، اي كانت سي اصلا دماغتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان، مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ ليه لازم تنقذنا في اللي احنا فيه؟ خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هتشوفهم على طول. ماشي ايه؟ انت غبي قوي غبي قوي. ايه في الكم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خليه في النص، خليه في النص. ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين، رش في عين. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب. انسه نيلي انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله، اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه. بليز لو سمحت كفايه، ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك بجد. كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده، ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش باتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني عشان ضميري بس بيوجعني، معلش انا اسف. بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها البسي. طيب بص يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكه لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. انا ما عضعضش الاستيكه عشان اعرف اهميتها، ما عضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضره الدكتور مين لما خدت مني الاستيكه؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكه دلوقتي، انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجه دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق، فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده يور سو سويت، اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. اتفضلي. انا كنت عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزاك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه ما تاخدي المشروع بتاعي احسن.
بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاكي رقمي كلميني، ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقوليش. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. بصي سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت، لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام، خليك أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. اديني ولا اديني، اديني ولا سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك ايه يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيتي تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تلاقيني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجونا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذ؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هانيك ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ فيها شوشو، دي مقابله تقابلي بيها خطيبي. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركة شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسة ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ انا زبون. و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستقلهم يعني عشان شركة وانتم موضبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش ب100. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير خلاص، هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ ماشي. لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكرة بقى انا مش زبون ولا حاجة، ودي تبقى خطيبتي. لا لا لا، خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفة ليه نسيتك فجأة ارتبكت بقى. امشي يا عيني، امشي يا عيني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا
قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوب دبي دبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. أنسة شريهان. ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فجاه؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، خمس دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. ها مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يا اختي علي يا حبيبه خالته، بينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابسه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني، ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اقسى عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا، انت مين يا ابله؟ اخفى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وانا بكلمك. ماشي. انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ سوفينار؟ ايه يا اخوي؟ مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ ده مديري يا خالتي. ابوس مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن منير. الحقني اتفضل. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سعبت؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا، عمال يشخط فيا من ساعه ما جيت وانا قاعده عيط عيط. اتهنت والله؟ اتهنتي؟ عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك مستر عبد الله بليز، ارجوك منير. اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقولي لنا هانم اللي جايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جايه، بس البت الغلبانه دي صعبت عليا، قلت اجيب لها حاجه تتوتد بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان؟ يعني تجيب البنت لقمه وما تجيبليش انا؟ ودي حاجه تفوتني يا سعبده. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع وتزروت براحتنا.
اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعد؟ شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر من عيني يا سعد. هروح اكل سعد الاول وبعدين ابقى ارجع لك. مش هتاخر. ماشي يا خالتي. قوي. اهلا اهلا شريان. ايه يا عم؟ ايه حبيبتي عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف انا عايز اقول لك على حاجه، لو غصتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا او لمنير. ماشي. هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لاني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف، كان معانا في الكافيه. انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير. ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك. ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه سموذي؟ لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي، هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني، طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش، هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه بقد؟ ايه بس خليني اتأكد من سبيلينج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي قاف قاف. يا له سريعة، سرعة، اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعمل لي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره. لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها. دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثبت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس، اهدى اهدى. اوقات الره بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري، بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا والمشكلة مش عندي. أمال عندنا؟ يا عم المشكلة عندنا، عندنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ أيوه صح، أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي؟ يعني هو هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف، على الأقل أنا عندي زاد، أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد.
انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده، انا عايزه اللابتوب بتاعي، هو موجود تحت في العربيه، هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت، انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى ايه، واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه، ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وقت ايه يا قليل الادب؟ دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. اه ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي، هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفة ياخد مثلا سكارف من عندي من العربية إذا كان أخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقة، دي شقاوة، شقي قوي. شقي. أوكي خلي بالك عامة. لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان أنا مش فاكرة حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي، دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حته، دور تحت رجلي كده الحته اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينه.